السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الخام أيثم إسمام سحسن سحسن من مثجم دي بروكسل دي ليج مارين إذا غدا فان خل الانترنت قاوم مرحبا زيوم خار خلي زوند غاديو المنار إيكو مثوم الحموشيد ومثوم عبد اللطيف كورج معزي سبعة أرتسان جيرث إثم عزن إسمع عزن نتقاوم بزاف إني إذا غدا رجان غالي ميسيون نغي ترجان غوص الدين نغ وذيم دوكارت من دوكان برنامجي كي غثيرين كي غثقيم نبدا إن شاء الله ونتمنى أنا ودنا ويران شين من تمنى من ترجم من غيرين ذير خضانهم إذن طحب زقمارة إمس حسين إمس حسين إجن دي تسعة تغوص حسين سوا دي أخصون 6.80 دي بروكسل ني أخصون 5.40 دي لياج ني أخصون 3.1 منار.بي سوا زيرا قواج ني غزيرا دست نتمنى إن شاء الله كي أخص تعدهم إجن وقت تزيد زي ساعة أرتسعة نتجيرث إيكم باثم عبد اللطيف فمدوم ني غضم باثم الحموشي ذين وجيوني كي نغضاني تا ذي الاستوديو واحد ذي بروكسل إذن هذا منيني البرنامج واني مانايا إن أتقدم قيمة كذا نغرام نهارا ديري كثنين إنو جيوني كينا غدا دي الاستوديو إجنو جيو ديجا بعض الإخوان اللي غير بعض المسحسن المسحسين ديجا السنون ثم مثلنا محمد بركيوي ذي جونو جين نظليت يوزدغا نغزي ثم هنا عريف ووقت كي نظي ساعتا ومثلنا محمد أشرحي إذن نو مثلنا محمد بركيوي توغا ديجا يعدون سيرش كيس كسدي كيجوس الدين يغثنين خمزروي ناري في النغ خمزروي انتموات النغ انت باحث خمزروي انتمازيخ وكذلك ذا زراوي يتعري كذلك الشهر وكذلك فاعل جمعوي وكذلك ومثلنا محمد أشرحي جان فاعل جمعوي جان أكتيف دي سوسيال وكذلك عضو ذا لوسيت زيغان جان بوان نت لوسيت ديتيشن خبا خاريف ناغني ديتيشن خبا عبر الانترنت عبر الشبكة العنكبوتية ديتيشن خبا من دوم النغس وخاريف النغس وخثمات النغس وخو مهجا و اوري كيس امريكي كيس نغيرين و اوري كيس نغيرين نديري خو اتصل المواضيع يعني يتعلق زي لا بريس نغزي الاعلام زي الصحافه الالكترونيه بطبيعه الحال وكذلك اديري اورا يتعلق زي الاعلام لمز واديري كما ثنغ محمد اشرح اذا غيسيورن خ الاعلام الالكتروني دور الناس المواضيع عم يتطرق يعني تأثير الناس باش نخبا يوذان باش نستنى باش يوذان ذيرين وكورون ذي ميني توقيعان سوا ذي محليا سوا ذي ثمانسن سوا ذي بارا وانتقل غامثنا محمد بركي من بعد نسيور خلو بوفوار الإعلام يعني السلطة يذي غاس الإعلام مخصصة متورم يعني متسنى مرأي ثم يسمى يعني الأحداث توقيعان نهار ذي العالم يعني الإعلام الإلكتروني الصحافة عبر الإنترنت ثاب بزاف وثنشاء يجن يعني يجن قيس ضم قرن ذي يعني اللي ميساج نغنى نخبرات يجن وقت وجيز رمي الداء إلى يتم أذقنت ثورات أذقنت تغييرات ذي الدول دول العربية نغذي الدول تم قرنين يتغى الإصلاح ذي سنت وتغى يعني التغيير ذي سنت تغى خزان الشعب يعني من بين المستحيلات إلا أنه الشباب يتجن نهارا وبعون الله والشجاعة ذي سنت القدرات نسن يعني ذي العزيمة نسن يوظن أضغيان التصن أنظمة والتصن كارثي إغغيان ذي الأحداث الحالية أولا غيرين ذي ريكم مثل بطبيعة الحال محمد بركوي ذا غير السورن السلطة من الإعلام بعد أنا في التفاصيل إن شاء الله إذن رأيت ما يسمى وإني خصنا كي غيشارك ذي الموضوع توجور 02-512-97-47 نغزي 02-512-97-47 02-512-97-47 وإني خصنا تدخل نتاعها بزاف توجور ديال ميسيون رقم التليفون يازم يكنيو يتما يسمى اذا كنيو جوغ شي حاجه دروس ديك على من بعد نتف نستقبل ايت مثلا اينو جيوني كنغدا ديال الاستوديو قيمتها كي نغيت مهزن سمع الزن زي ساعه ارتسع نجير وتغيت غير القضاني بريدن غاسو زافي بدن جمهور يزيد وردان قراني قاريت مثلا على الشلح يتجنب بعدا فارمي لي غروند ارتيست غيفان وكذلك الأستاذ التاريخ يصغر هذه في مثلنا الأستاذ باحث كذلك بطبيعة الحال ذو مزروي النانير ذي ثلاثو السنة
تمازيغ وكذلك هذه تسنى أنا التاريخ الوطني. إذا نستقبل دام زواروت ينوجونا كي نغذي الاستوديو وأنا عدو دام زوازي السير حموشي جان باب نتدع السير حموشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إيش نسترم خاتش راش كدام قرام وديش نسترم معرا خمس حسا داخل سنتنا تورنا إيش نتحيا غزن تام قرانت ومرحبا زمو جيو نقاق ديوسين سي محمد سي محمد ورخوان وكشاور نبدا زي سي محمد اخي وسير شوية على حساب لي فورماسيون الانترنت المسائل. شكرا السي حموشي. منين السي حموشي قبل ما خصي ولد خمانينيا هذا ان بغيف السي محمد بركيوي من يعني لا كيستيون كلاسيك من يعني السي محمد بركيوي شويه تقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. دم الزوارو نشكر اذاعه المنار ان غيتيح الفرصه هي ثاني تيتي حمان السوار حمانيني من غانا ونشكر لك نفس وتاس لان تقمتي زمات تنقرانين ما قال لان مار مني تهمان ام هجار ذنيتي ذي اوروبا تحول اتسوضم المهاجرين المغربيين اذا نتيتي بالخصوص ذي بلجيكا. الفلاش السي محمد مطاحب زيك بطبيعة حال ذي الاستوديو واحد راديو المنار ذي بروكسل عند ورغا سي محمد شرحي. سي محمد نتاحا بزيك اول مره ودع بك نغذي الاستوديو اول مره ونتمنى ان شاء الله تواسي تاخا خطر في الخير هذا مع رئيس مس حسان. اذا امنا سي محمد لا مزوال غيني مين يعني سي محمد اشرحي مزوال. السلام عليكم. يجن تحيه في مغايك اني ويشكى السي عبد اللطيف ومثلنا محمد الحموشي خدم ماري تقن باش تصيود يعني مني تيم مار المهاجر ذاني تدي خصوصا دي بلجيكا نشكارك انه وطاس خدم معنا ومشنا من نير محمد اش الحين تعيش نسمع الريف زدغ قيج ممشان قانس وكسان ادرام كسان يقبش خمسة كورو من تخي خوزان غان طالب موجز دي الحقوق يتهتمس الاعلام الالكتروني السي عبد اللطيف. اذا هذا الموضوع اللي غير هنا كيش بمثل السي محمد ابركيوي وطبيعة الحال بالحضور انه مثل السي الحموشي. قبل ما نسير يعني انا في ذي الموضوع هذا جو مورسو يعني الموسيقى يعني الموسيقى اللي جو غنيش انه باش وضع قطع بواور بيبليسيتي واخا خطات من بعد نكمل في الحديث معاه. اذا اون اتوندون هذاك الشهر رقم التليفون هي مثلا غير حسان محسن ما راح ساكي تشارك من ذي الموضوع التذكير ربما بعد السنين 02-512-97-47 02-512-97. وني غادي نجي بروبوزيسيون كذلك اي بودا تتسكم خا عبد اللطيف عليك دزل عبد اللطيف @ المنار .بي او وني خصنا غادي كي غي شاش المواضيع توجور نطاح بزاف نخلي ميل هني سي بعين الاعتبار ومرة غنخشي نجيو ان شاء الله اخص نعزو باش انيري غار خضانهم هاد قدم قيمتها كي نغيت ما يسمع جيستو عني ثوري قطوشنا من بعد تنزور غي نجيوني كي نغذي لو استوديو غوار نغزي جديد دي كي نجيو لنا كي نغدا السي محمد بركيوي. السي محمد اش الحين نهار نسيو لو رول دو دي سيت دانترنيت دون لا ديفيزيون دو لانفورماسيون اي كذلك لي سيت دانترنيت كوم بوفوار دو لا بريس لو بلي رابيد سي ان بوفوار كي تي اكسبلوتي بار لي جون سيرتو دي لي زيفينمون تو كان نهار دي الدول العربيه دينا لي غروند ليني فرانس سيور كيما جينا كيسي محمد اش الحي مثلا ابركيوي انتوا راني ما يسمع الاغلبيه الزينا خميت خشان لانفورماسيون خشان شان الخبار خاريف النقص تو خاريف نون شي ندير في ني غي مازيغ ني غا نيمبورت كيل بيرسون يتخشان الخبار خدموا في الناس يتراح يعني غير لوتي غير الوسيله لا بلي فاسيل نهار تستعمل هي الانترنت يتاف المعلومات صحه يتاف المعلومات بلي رابيد يعني يتاف لو سيت انترنت يعني ارمي نفا بانه سي فغي لو سيت انترنت الاعلام الالكتروني يراج الدور ذا مقران قطس نيان بين يعني يران ذي يرا ذي التوعية يرا ذي التواصل جا يعني تصن الثقافات كذلك ذي باش تعرف الثقافة النش باش تعرف الخطموات النش باش تعرف الإنسان نكون ذكور ثموات استعمل نهارا لسيد الانترنت يجن ديجن وسيلة يعني في رأي جن دور ذا مقرن على الجانب السياسي الجانب الاقتصادي كذلك الجانب الاجتماعي
وكذلك ذي الجانب الثقافي. إذا قبل ما نفتح ذي لي ديتاي نعذو غوماتنا خصي محمد اش الحي يتجن باغمي لي كرياتور لي باغمي ني يخرقن يجن لو سيت يتجن معروف باغمي لي سيت لي سيت غنغدي عليك النو لي سيت قناة زيكانكان بوان نت انسيو شوية التفاصيل خلال لا كرياسيون الدورة نسيتها ذا الهدف النس وكذلك ذو يعني ما يستوين الموارد إنسان ما يستوين تشجيعات النذان سواء تشجيعات مادية يعني تشجيعات معنوية من يغنى في تفاصيلكم مثلا سي محمد أشرحي يكين غدا في استوديو المنار وني غادي شان تدخل توجور رقم التليفون يازم. إذن سي محمد عطاك ندور زي جديد نتحب زيك زي جديد مداش النير لو سيت زيكانكان.net ديجن يعني ديجن عضو زكوذان يكريان لو سيتا نتف بانه دينا اتصل لي سيت نهار يسور سوا خريف النار يسور نخ المغرب نتف بارمي لي سيت يعني جا المعروفين زيكانكان.net قبل ما نتفغى يعني غا ديتاي انا نسقساخ لو خمر مي كريا لو سيتا وذ الاسباب لا كرياسيون نسمر مي خرق ذ الاسباب اللي زي خرق لو سيت ومثلا عبد اللطيف تشكارش كي مان غنيا المهم لو سيت زيكانكان.net يوسد يظهر غير ميتو غنتورى مجموعة الشباب تورى باللي تغادي نجم نقص ذي شان تمسرايين خصوصا ذي المنطقة مزغن غاند النواحي النس وذي نتغوى خسين والو واسين ميتو قيعان واسين تزن تمسرايين يتعلق نس الحياة اليومية بين المعت سين ميتو ستيتو قيعان مجموعة الشباب فكان نشاس دي ميمو عشين وانت جن جن السيت جن موقع إخباري خاص يوزغن غاند يهتمس وزغن غاند ذي النواحي النس يعني ذي محلي مية في المية مية في المية أمود يسأل الظهور زيكانكان.net يوزد باش غادي تمشي لنا غير نقص تودي لنا ذي الجهة الثانية تاع السي عبد اللطيف. إذا الانطلاقة ثم الزوار وستغات خاصة باش تسمى تغطي من الأحداث يتعلق زيكانكان ميغاز ديوتسن من بعد نفى بأنه زيكانكان.net يتطوع يعني دور مستوى أخبار جهوية مثلا نيسين نظار الحسيمة نيغ ميتعلق نزيعرف مرة من بعد يدور أخبار وطنية من بعد تنتقل ما متسيورم خ المهاجر نيخو مهاجع ذي ثمات مبارا ومثل عبد اللطيف شين التاريخ مرمي ديضها زيكانكان.net بالضبط ديضها دي شهر 10 دي دوم النف 2009 مش نيخ سزم عن بعض الشباب تقول غاس نجن إرادة دي جن عزيمة تخذ من جهة تنسان يضها السيت مش نو شان السيت مغنيت يضها دي يلقى الصعوبات يلقى المشاكل يلقى طوان المشاكل مزدغنا ويرخبا وغير طن خبا عني وغير حان و يجن معلومة أن غنسي عبد اللطيف وانا شيني حرم المعرض ذي محضان وهقان طلبة وهذه نبوش الدعم وهذه نبوش الموارد نعمل فين صعبة تنقران لكن الحمد لله ذي الفترة يا أخو عام ونص الحمد لله السيتي طواية الطاس نوض نحقق الطاس نتم سريين ونقابو ذي الطاس السيتي يوض مية ذي مية نغمن عيوزو نخذ نتاق تاع التزيرات غزات يخص نتاق الطاس نتم سريين ذي النقص ذي لكن الحمد لله بنا ميتكتز مع الناس انت صعب العامين غيوفق إن شاء الله. إذن ما تنوع يعني المواضيع أو مثل الرقم بشكل يومي يعني كلها خلوسيتها سابلتي في الخبورة في غارة الشين دي السيت المغر الخبورة في توقع عن ذي المجتمع مثلا تيمة الحياة الفردية مثلا شان مثلا شان لك سيدا شان الحادثة موقع شان مثلا شان نشاط مثقفين شان جمعية شان مثلا شو شغلين حاش مثلا طوال المواطن ذي وزغنغان ذي النواحين طوال تسنشا مثلا متوقع عن ذي البلدية دوارات العادية المجلس البلدية يدور خو المواطن سواء ذي المغرب نيغ ذي وزغنغان ذي النواحين نيغ ذانيتي نيغ ميسن تموات ذانيتي ذي قروبا يتسن مار من يوقع عن ذي مواطن دوارات البلدية الاجتماعات التق البلدية الميزانيه من يروح الاجتماعات المهم ما راه يتعلق زي زي الشان الجماعي المنطقه النيه هي نحس المغنيه طول المواطن. اذا سمح لي شعار ضغطي النقطه يعني تدخل واش الحضور نوم ديال المجالس سواء الجماعيه يعني غير البلديه تحطم كاشخاص يعني عاديين زي البيبليك يعني تحطم كصحفيين ولو انه بين قوسين الصحافه وتجبد سهر ولكن يعني نوعا زدت في مغا المجلسة يعني بأي صفة بأي صفة زدت في الطبيعة سابلة تفسق سين شن غيوي غاش نتوقع في النغنين أن السور الإعلام الإلكتروني الخو الإعلام الإلكتروني من الناحية القانونية وهذه مش القانونية النظامية طبيعة ثالثة نحشت
يعني الاعلام الالكتروني يمكن توان شان الشباب كذا غتهتم الناس الميدان كيما تكريان السيت ديال الانترنت. المهم شي نخمن حتى عشان مثلا الدوره العاديه البلديه يعني شان الجماعه النواحي مزغنغان نحط خصنا تسند شي نهار اخويا يني غيتير عندي سيجن من بول نيت مع راسنا بطاقه الصحافه نعم يعني خمين حتى كصحافه يعني تيري امشى نسن خاص المصريين تغطان تصوان تدير الصور غامين ان ايكيب تنتقل يعني بصفه مستمره وصفه رسميه كل حدث يتوقع الساعة تفهم وشان الموارد متزمع من المتوقع لا من يخص غدا وضغ خص الأخبار الحدث مش ميجا وخميت التويم وش الحدث يعني غاس مصداقية تامة يخص ذيني ما تجيبو التويم شان الأحداث مثلا كزد يسيد زيلو سيتاني غير يسيد زيجو على الناس رسقوا فهم ذي شنا من تفلو سيت تحنا يتحخص انا عزاف ني تحخص جنا اديغا واش يعني دين شن صحة بعض الاخبار تو نتيد يعني وغامشن شي حاجه تبازم خاص تيشوم جن الصحة الاخبار نتيشم عبد اللطيف من داش غني غنشي نخمن تريح عشان الخبار هذه نوايا نتحول ما امكن ان نوي الخبار مش نشكي يعني الخبار نصح مش نقال شي نتحول نتصل اني نوي الراي وراي الاخر خلي غنمشي الخبار اي وذان مهمش نسي نطول نقيد الشعار المصداقيه الخبار هذا هو يمشي مشي وقع مشي خسا ديالي مشي وقع تنسي وذي وذان يعني النزاهه هو الشعار النزاهه المصداقيه شكرا مثلا محمد اذا باش نطول شي خيف مثلا نسجل شي حاجه كيجورني جدا مزيان من بعد ندور نسيور خد الدور الصحافه دي يعني دي لا ديفيزيون دي نشر الاعلام تنقطة فانسي ورجستو عني أغني جاي مزيان أي نظ مصطفى إتيرين ذي هولندا أكني وجاك وغني جاي بعد دغام ذر إلهي دا جنان دا جنان وخيد ميت حجا وخيد ميت مهاش وخيد ميت جرات إلهي جنان من دا جنان من دا جنان ايي بايا صغار من عيون دايي شجون غداش من منك جار دايي خاشي جار عرش شفت زبايي مقلب غاك الزران شان شدر عيسان ايي بايا صغار من عيون دايي شجون غداش من منك جار دايي خاشي جار أنا تاكني وكان مصطفى ينفي تغناش وكوز غنغان لكن نغم اثناء السي علي مدوك البرنامج يزين تحض غاسي جنت تدخل السي علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذي واسيش تسري غاسي علي شو السين يخطو مليح تسلم بس مليح إذن يا إخوان تسلمناش مليح سي بون تسلمش حد للسي علي هو تحيي خشت عبد اللطيف قادة شرش تحيي للضيف المك سي محمد عيش مليح قادة شرش السي علي رشك تدخلش هي لان الاخ عبد الله تقطع عليك الشيخ غربي وتذكر الصحافه تقول بان الشيخ احمد ماذا الصحافي اذا انت مدينه المغرب اذا ما عندناش لنا السي محمد يمكن نجاوبك مش نسيناش الاعلام الالكتروني وغاصبوا الحدود وغاصبوا المراقبه يعني وجبوا بلجات يرد صحفي وانت السيور ان نشطر هذا السؤال الناس كنت في مجال اللي يسموه بلديه يعني مجالس قرويات حتى باي صفه باي هويه يناش حتى نثني بصفة كصحافي يعني دي الطايق قارش ودي قنش ده صحافي يعني نعم هل تغف كتير سيد حمد ربما انت عايش دي المغرب ماذا شان حرية التعبير ما لا شكرا السؤال ده سبحان كسدا يتزك خموم ولكن عاي والسؤال انا جوارو نعم هل تغف كتير سعود لطيف نعم السياري صورة يعني شابان 20 فبراير مارس سنين نعم أنا أقول لك أنت تستعمل تيف لأن ما يعني خلاص 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 ي
دائما بجوز الجيب غير تخلص يعرف الجيب. نعم. هذا الشباب 20 فبراير بالمصاريف ان شاء الله 20 فبراير. نعم. ورد الزوغة الزارة الملكي يوسد يعني شامل جميع المتطلبات 20 فبراير ملا. مكتب الخطاب الملكي ملا. شكرا للسي علي. شكرا للسي علي. كما كاين غادي الاستماع للسي محمد عقاد كاين غادي حتى شي غادي يجاوب ان شاء الله الاسئله. شكرا للسي محمد مسبقا في الاسئله. القلش. شكرا. سلام. إذن ندور غس محمد ذي نجيم كي نغضى ذي ثمت حسن حسين سي محمد يعني يوم احنا غسي علي تراح يجي السؤال مهم جدا يعني طبيعة الحل نسني الا المغرب كذي ذي ظروف عصيبة تغى يقصح باش تعب هذا سواء ذي التلفازة نغضي على الراديو نغسخ الجاردة نغضي الانترنت نغضي الشارع مام ذي الجامعة توغا يعني يجن قمع ذقرا باش يعني باش تسيوض بجن فكرة الدولة وتقبر شتاوض حاليا بدلت شوية الأوضاع ولكن كنيوي يعني جندي هذي ذي ثماث النغة ذي عريف ممش توارم حاليا واش الإعلام الشي نقيم ذي الإعلام الإلكتروني بطبيعة الحال والإعلام يعني ما تسيوض ذي بذعك حرية التعبير هذا تسيوض شي حاجة حرية التعبير ذي الإعلام ذي المغرب نزورو نشكاو مثلا غير اللي خلي اتصال النص سؤال مش نشكتو سؤال مهم جدا من دا صغيني المغرب مش نذي قطع اشواط كبيرة ذي الميدان الحرية خاصة الحرية العامة رخو المغرب يجن تطور ذنقرا ذي المجال الاعلامي المجال الحرية الفردية ذي حقوق الانسان تمسرين غزما سيني رخو ممكن انيني باللي المغرب ذي سجن حرية التعبير ذي العهد خصوصا ذي العهد الجديد عهد الديمقراطيات حقوق الانسان توتزن تمسرييني بالدرن ذي المغرب الانسان مش تواقب توزن ما ذي السيور وزن ما ذي الرأي الناس نشين كمهتمين في الاعلام الالكتروني يعني نحتك كوطاس من يوذان وسين دي وذان وين الشكايات يوذان قدم الشكايات ساتس من الادارات يوذان يعني الهم ومنسان السيوران بلغنا يعني منزي تشتان مرة السياب اللطيف مالية جين غزماني مين بلق يعني ذي نجن هامش حرية التعبير ذي المغرب وخاد جبو مية ذي مية لكن بنا نزمع ذي السيور زمع ذي مين يخص مرة إذن ذي نجن يعني يجن تقدم يجن تطور ذنب قرن من ناحية حرية التعبير بطبيعة الحال يجن تقدم يعني ملموس مسألة باينة يعني ملموسة هذي يجن تقدم المنايا يجعلن حتى نهار الشباب 20 فبراير باش اذكات السيور من وجد حرية النير وزمات السيور بطبيعة الحال ومثلا عبد الله تيفان قيم ذي الإعلام الإلكترونية يجن خاصية ذي الخصائص الإعلام الإلكترونية وهو هامش الحرية نتيش يوذان نعم مثلا تورا جاري دوز ما تكش الحرية التصي يوذان العبان لكن نعم. الإعلام الإلكتروني فيديو سمسريين هذه عباق المشاكل الناس وذي السور ثبرت نس يوذان شكرا للناس محمد قيمة كلمة قليل من دقيقة ذان بعد ندور نكمل أخي سقسيه نظر يتقل ولا يثمي السماء ذكر دغام زي جديد ذو هذا مثل ما عبد لطيف دون مثل محمشي زي راديو المنار يتقال لك انه ماريني غادي مانين غوص حسيس وادي بروكسل ديال ياجن غير اللي دافان خلال انترنت خطوة 3.almanar.be دائما من رغم شو اللي بروبوزيسيون توجور نتاعها بزي سنت عبد اللطيف المنار عبد اللطيف افيك دوزير المنار.be من رغم شو الموضوع نير شو لابروبوزيسيون نير شاي سقسيتن نشينا قنغر الاشارة نوم ورانت منا وانتري غادي الخضاء انهم ان شاء الله إذا نكمل ورنغ كيف مثلا غي كنغدا ينجيون ذي سي محمد بركيوي لما ثنغ محمد أشرحي إذا سي محمد أشرحي نشين نقيم دائما ذي الموضوع النغ ونتفق شهر الموضوع أنظر غا دور الإعلام الإلكتروني ذي نشر الأخبار نغذي لديفيزيون الأخبار سواء أخبار سياسية قانونية اجتماعية وطنية ثقافية ما من سوى الأخبار يجمع كل شيء
أحسن غزاء الدور نزي جن جن بوان نت ذي زي نهار متكون أرنهارا ذي يعني ذي أخبار المحلية نزوار ما طبعا طلعتي مجدش نغ ذي المدة يعني غد الفترة عام ونص قمت ها السيت نزي جن جن بوان نت إن استطاع أنا نقدم التصنيف مصريين يعني يجيت إني بعدها بالخصوص أصغر عند النواحي ناس مستوش نغ المواطن طوال سنة التصنيف مصريين توقيع أنت يعني ذي دي دور انت ذي الحياة المستوى عندي السين مثلا او انا اذا توقع انت سواء عندي السين مثلا او شغاجين مثلا التسيير الجماعي سواء البلدية سواء الجماعات القروية بدا عني غيجي مثلا المغرب نسن الرياضة مثلا تهتم زي ستاسي وذن مثلا دي المنطقة النغو شنا زغنا نعرض نشك وذي العالم مش نسنا زغنا نطوع نعرض نشك كيبو وقف عادي لحد الان تمني غسن ستوفيق زي من برا توصل تسمودن خصوصاً ذي المهجر ذي بلجيك وصل ميتوقع مثلاً ذي كيبويان رخص زيجان جان بوانيت المجهودة الطاقم التقني زيجان جان بوانيت تقوم السنين كل كبيرة وصغيرة مع سنين كيبويا ذي تسير وفوق نصان مع بحال مخصان تمنية من دسني خصان يلعب انتصل لك يلعب انتصل سقوض من المشاكل نسان دهمو من نسان سعب لطيف ما نجاز ما ثنيني البلدية طوال شنبون ذي البلدية طوال مثلا بصان غاني في الجامعة القروية يوتس ناس غنغان واسنو ميقا الحساب الإداري طوال ديني وذان واسن يقول لقى القانون اسم حسن تحضاني بجلسة من البلدية يقول انت واسن شر قانونه تقصي نشابي القانون اسم حاس هذه السقسة مثلا ذي البلدية نسنا ذي الجماعة نسنا ذي السن مش تقوى البلدية مش تقوى الجماعة ذي قطعة نسي نشاب الأخو الحمد لله سجلنا سبع بالعالمين زي قان لان بونيت يقطع ينشوط ذا مقران دي منايا يحاور ذي سقارب المواطن هو التصنت مصريين طوال في السن شكل الإدارة إذن مما لا شك فيه يعني زي قان لان بونيت تهتم حتى مهجع زي الأخبار ذي بارة جروبا يعني أغريب من المهاجر لبارة أخصت السنغة ذي ثمات ماري تحسن يعني ممشتق زي جان جان بوان نت تحصل الأخبار المهاجر اللي تعيشن ذي ثمورا بارة ومثل عبد اللطيف بالفعل نشنز قومي كريا السيتان زي جان جان بوان نت يجن ملاحظة نتورى غيبو ذا يعني تنوجي ونغاش السيتان زي جان جان بوان نت زي الخارج كتاز جهو ذا يمكننا ذي ثماثنا يعني يوذن ديال الخارج نغدي المهجر حسن بين لجنه حاجه طوات الناس مثلا باش هذا وضن غاتمات سن سمي توقيعا يعني لجنه النافذه غاتمات سن وبالفعل باش من لمسيت نلاحظ ديال الواقع بين يوذن ديال المهجر يعني تفنى السيتك تاز قولنا زدولن دي مثلا دي بزغنوان نغدي دي نواحين رخبا قبر ميكريا السيتا سي عبد اللطيف توتكونا هذه الخبوره في مقريرا شازي زي بلجيك شازي اسبانيا شازي زغنيما شازي هولندا الهاتف يمكن الهاتف الانترنت الايميل لقى يوقع حاجة مثلا توقع مثلا دي بلجيك توقع لي هولندا توقع غوليما شي نرخب عني من الشريطين مش مهم دي الفترية كان جات العرض الضعيف التواجد من دي بروكسيل حاور السيو ضغطس نخبورة مثلا غا يعرفني غا وزغن غان مراسل زي جاي ما نسمى مراسل من سرق احد نخدم غذي الحدود الطاقة ينو تزمعينو تلقى المجهود باش يعني السيو ضر خبا غا إذن سي محمد منت المواضيع أهم المواضيع أو أهم يعني يان إذي أميث ترقض دي الحياة تعيشهم هجادة سيرتو دي بلجيك نغذي بروكسل مثلا سي عبد اللطيف غنغيش البرنامج دي السيت مرتف الزريط قانس لقاء في المهجر إيه قد الحق نسوي صعب على الله أعلم نتحول نفتح شخصية خصوصا الأوتور نغ إيريفيين يعني جندن انت أكتيف في جميع الأنشطة ذي غبيبان نغ ذي الفنانين نغ ذي الثقافات نغ تكيسنا إجن الحوار نتحول انت تصيبنا يعني انت السن بينا عرفنا انت بريت السن وخاص نتعرفنا خاص نتعاون انت ماثل تصن اوتور دانيتي يعني غاسن من غينين دل اوتور دي مقرن واسن واني السن حد ذي عرف شي نتحول من خلال البرنامج وقعنا سلقاء في المهجر انصيوض اول نينا نصيوض نيت جنينا مين عنا نينا غاتماثل غا يعرف بالنسبة